ازرع بذورا من خيوط الشمس ليكون حصادك فاكهة الأمل. مع مشروع نورت من تآلف الخير، مع كل إشراقة شمس وكل بداية يوم، وكل مريض في مشفى ومتعبد في مسجد وطالب يتمعن بكراسته، سيكون لك موعدا مع الأجر، ولخمسة وعشرين عاما سيمتد ويكبر. مع سهم الأجر المستدام في مشروع الطاقة البديلة في الأردن وقطاع غزة.